السلام عليكم. اسكندرية تحديدا منطقة الحضرة، اتنين شباب، واحد في كلية الطب 21 سنة والتاني في كلية الهندسة 20 سنة. الاتنين لقوهم مشنوقين في احدى الفنادق الموجودة بمنطقة الحضرة في اسكندرية. الشاب الاولاني 21 سنة في كلية الطب من منطقة السيوف في اسكندرية، الشاب الثاني من منطقة المندرة عنده 20 سنة في كلية هندسة. الاثنين أجروا أوضة في فندق، والنزلة كانوا شايفينهم داخلين طالعين عليهم. حتى موظفين الاستقبال كل اللي قالوا الشابين دخلوا حجزوا في الفندق على أساس إن هم هيباتوا، بالرغم إن هم من قاطني محافظة اسكندرية، يعني ساكنين في محافظة اسكندرية. كان شوية غريبة الموضوع، ولكن أي حد ممكن يحجز في أي حاجة، محدش ليه عنده حاجة. عمال السيرفيس أو عمال النظافة هم أول ناس اكتشفوا حالة الشنق دي. داخلين ينظفوا الأوضة الصبح، لقوا الاتنين متعلقين في سقف الأوضة عن طريق حاجة اسمها الشناكل. الشناكل دي اللي هي بتاعت العجل بتاعت زمان، كانت العجلة بتيجي كنا بنحط عليها قفل وبنحط عليه بعد كده سلسلة وفيها قفل. الاثنين مشنوقين بنفس الوضعية. اتصل على طول ضباط المباحث، جت عملت كردون أمني، بدأت تفرغ الكاميرات، بدأوا يفرغوا النزلة الموجودين في الفندق، بيشوفوا مين دخل ومين خرج، بيشوفوا الداتا كلها اللي في الفندق اللي حصلت في اليوم ده. لغاية دلوقتي الجريمة أو لغاية دلوقتي الموضوع يشوب الغموض، يعني الموضوع لغايه دلوقتي لسه ما تعرفش او ما يعرفش اسباب الحاجه دي ايه. الشابين زي ما قلنا 21 سنه و20 سنه في مقتبل العمر، كلياتهم من ارقى الكليات، كليه الطب وكليه الهندسه. مفيش اي حاجه في المكان بتدل على العنف او بتدل على حاجه حصلت او انه ممكن يكون حد قتلهم. بعض المؤشرات راحت ان الاثنين انتحروا، بعض المؤشرات راحت لحاجات تاني بعيده عن العقل شويه، ولكن احنا مش هنتكلم او مش هنقول اي اسباب في حاجة زي كده. ولكن كل اللي بنقوله ان الشرطة شغالة دلوقتي مع رجالة المباحث ان هم بيدوروا على اسباب الحادثة دي. هل هي قتل؟ هل هي اتفاق على الانتحار؟ هل هي في حاجات كتيرة قوي وسيناريوهات كتيرة قوي اتقالت على السوشيال ميديا، ولكن احتراما لرحمة الله عليهم مش هنقول منها حاجة دلوقتي. ولكن ببساطة، يا ترى ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي شابين في مختبر العمر 21 سنة و20 سنة في كليات قمة زي كلية الطب وكلية هندسة ان هم حتى بس يفكروا في الانتحار او ان هم يموتوا نفسهم؟ موضوع الشنق على فكرة مش سهل، موضوع الشنق صعب جدا، مدمر، واللي بيعمله بيفكر فيه بدل المرة مليون مرة، يا الا بتحصل في لحظة. اهالي اسكندرية كلهم زعلانين على الشابين اللي توفوا، ولكن كلهم عايزين يعرفوا الأسباب الرئيسية اللي عملت حاجة زي كده، وهل هي وراها جريمة؟ هل هي هناك علاقة وراهم؟ هل 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 أسئلة كتيرة قوي مستنين إجابتها من مديرية أمن اسكندرية، وتحديدا من يطلع بيان من وزارة الداخلية في الموضوع ده، لأن حتى الفنادق كلها دلوقتي كلهم خايفين من وجود الطلبة، ومفيش فندق هيقدر يمنع طالب أو نزيل إن هو يدخل عنده. ده الموضوع اللي صحت عليه اسكندرية في الوقت اللي فات. اسكندرية كلها حزينة على الطلاب اللي توفوا. هل ان الاتنين لو احنا قلنا انتحروا، هل هناك في اسكندرية في منطقتهم سمعتهم وحشة؟ هل اهاليهم مش عارفين يصرفوا عليهم؟ كانوش قعدوا في فندق، كانوا انتحروا في اي حد؟ حاجات كتيرة هنستنى ونعرف الاسباب الرئيسية اللي حصلت لحالة الشنق للشابين الصحاب بتاع كلية الطب بتاع كلية الهندسة. رحمة الله عليهم، يا رب ربنا يظهر الحق في أقرب وقت علشان يشفي غلول أو يشفي غل كتير حاسس بالموضوع ده ومقلمه بدرجة كبيرة. السلام عليكم.